يقول: حصل بيني وبين زوجتي نقاش وعزمت على أن أطلقها، وبعد فترة تعوذت من الشيطان وراجعت نفسي ولم أتلفظ بالطلاق، لكني كنت مصرا على ذلك. فهل تكون في هذه الحالة طالق ما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكنت قد نويت ولكن لم أتلفظ بالطلاق؟ أرجو الإفادة، مأذورين، جزاكم الله خيرا. الطلاق لا يصح إلا باللفظ، إذا تلفظ به وقع، أما مجرد النية بدون تلفظ فإنه لا يقع بها شيء وليس لها حكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن زوجته في ذمته والحمد لله. لا شك في ذلك. الحمد لله. يقول: